من يوم 25 اكتوبر موجودين بساحة التحرير من اجل حقنا المشروع، وانا صاري 71 يوم ما رايح لاهلي وموجود بهاي الساحة حتى يشوفون الناس بها رجل كبير السن ومعوق عايف اهله وعايف عيشته وعايف جاره وساكن بساحة التحرير. احنا ما نطلع الا ناخذ حقنا، والله العظيم ناخذ حقنا باخر قطره من دمنا. وانا اقول للشباب خف الله عليكم يا شباب، من ايتونا وجيتوا الساحة التحرير انتوا الطلاب والموظفين اللي عافوا دوامهم وجاوا ساحة التحرير، حتى تكون ساحة التحرير هي الحكم القاضي لهذول المفسدين.